عبر مؤتمر صحفي أعلن سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عن بدء استعدادات المركز لاستضافة النسخة 19 من المعرض الوطني للتوظيف 2017 الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 15 وحتى 17 من فبراير الجاري بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبمشاركة عدد من الرعاة كالقوات المسلحة ووزارة الموارد البشرية والتوطين وبنك الشارقة الإسلامية. وأشار سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة إلى دعم الدائرة لمعرض التوظيف من خلال إيجاد فرص وظيفية مناسبة للإماراتيين في القطاعات كافة ومنها المصارف والسياحة، وهو ما أكده أيضا سعادة جمال الجسمي المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، حيث سيشارك في المعرض 22 مصرفا و10 شركات تأمين وشركتا صرافة إلى جانب 30 جهة حكومية. هذا ويقام معرض التوظيف بالتزامن مع المعرض الدولي للتعليم بنسخته 13.